اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية ونزول المرأة بكثافة في أمام لجان الانتخابات ودور المرأة بشكل عام في الانتخابات المصرية. كل الإعلام في مصر إذا كان العام أو الخاص، وكنا بنتكلم دايما ونقول يا جماعة حاولوا أنكم تفكروا وتنزلوا زي ما فيه مصريين من القوات المسلحة والشرطة بيدافعوا عنكم في سيناء وبيحاربوا الإرهاب، زي ما برضو كنا عمالين نقول إحنا دي علينا دور مهم جدا أنك أنت كمان تنزل في اللجان الانتخابات وتدلي بصوتك، لأن ده واحد من ضمن أساليب أنك أنت تواجه الإرهاب وتشارك زمايلك أو أقربك أو أصدقائك اللي موجودين على الجبهة في سيناء 2018. أنا معايا ضيفتي النهاردة اللي مشرفانا في ماسبيرو أو التلفزيون المصري، هي ضيفتي زوجها شهيد، هي زوجة الشهيد اللواء أركان حرب عادل رجائي. ضيفتي اللي مشرفاني في الاستوديو الأستاذة سامية زين العابدين، مدير تحرير ورئيس القسم العسكري بجريدة المساء. صباح الخير يا فندم. صباح النور. تعيشي وتفتكري. هم ما ماتوش، هم أحياء عند ربهم يرزقون، سواء كان جوزي الشهيد أو كل شهداء الجيش والشرطة، هم أحياء عند ربهم يرزقون. لكن خليني أضيف حاجة مهمة جدا، ليه ننزل الانتخابات؟ احساسك ايه واحنا بمرور، طبعا حضرتك انا شايف طبعا الصباع بتاع حضرتك. طبعا انا انتخبت يعني، طبعا الحمد انا لله. على فكره كنت نعم. اول واحده نعم. في اللجنه بتاعتي، انا كنت واقفه الساعه 8:30 الصبح قدام مدرسه العبور الجديده رياض الاطفال، ودخلت اول واحده في اللجنه. استاذه ساميه، احساسك ايه وانت نازله امبارح عشان تنتخبي رئيسك، واحساسك ايه وانت شايفه المواطنين المصريين بيدلوا باصواتهم خصوصا المراه طبعا، وانت وحضرتك زوجة شهيد؟ على فكره انا يمكن ما كنتش بنزل الانتخابات، اول مره انزل فيها الانتخابات وادلي بصوتي فعلا كان يوم 19 مارس أيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ ذلك التاريخ وأنا مواظبة على نزولي للانتخابات. نعم. ليه؟ لأن الصوت بيفرق، ولأني مصرية عايزة أختار لبلدي ما هو أفضل، فلازم أنزل. نعم. عشان كده وأنا نازلة زي ما كنت بنزل في مارس 2011 ومعايا العلم، وعملنا روكسي والعباسية والمنصة عشان نقف جنب بلدنا. ما كانش ليا نشاط سياسي على فكرة، كان شغلي فقط، لكن لما أشعر أن بلدي في خطر وأن هناك مخطط يستهدف الوطن ويستهدف حرية بلدي ويستهدف تقسيم بلدي ويستهدف دمار بلدي، يبقى أنا مش من حق إن أنا أعيش لما أقف وأبقى خانعة وقاعدة في بيتي. لما يبقى في عيلتي قبل الشهيد جوزي 5 شهداء في 56 والاستنزاف و73، حق دم الشهداء دول اللي سال على أرض سينا عشان يرجعها لينا، ودم جوزي بعد كده ليهم، يبقى عيب علينا إن إحنا نبقى قاعدين في بيتنا على الأنتريه ولا قاعدين في الصالون نحتسي أكواب الشاي والقهوة وجنودنا بيموتوا كل يوم الصبح وبالليل بننعي ناس؟ يبقى عيب علينا إن إحنا ما نقفش قدام مخطط نادوا بيه ودافعين مليارات عشان الشعب المصري ما ينزلش. ليه مش عايزين الشعب المصري ينزل؟ لأن المخطط اللي وضعينه وما نجحوش فيه طوال 8 سنين اللي فاتت هو أن تتعامل حكومة في المنفى، لأن الشعب عازف على الانتخابات، فالشعب مش عايز هذه الحكومة وهذا الرئيس، والدليل على كده في عزوف. وبدون قطع كلام حضرتك، والدليل على كده برضو
كبار الدول العربية الأخرى وشايفينها مثل قدامنا. طبعا كان طبعا ناقص لهم، هي ناقص لهم كانت مصر، سوريا باي باي، العراق باي باي، كان ناقص مين؟ اليمن أقوى دولة في وليبيا. العالم يعني، دولة في العالم العربي والإسلامي يعني، مصر كان ناقص لهم هي في المنطقة شوف مصر. بص، هي قلب العالم كله، هي قلب الخرشوفة، هي الجائزة الكبرى. ده المخطط اللي تم وضعه من 81، نعم من اغتيال الرئيس والزعيم البطل أنور السادات. نعم ده المخطط اللي الكونجرس اعتمده، واللي الكيان الصهيوني وضعه، والأمريكان باركو، والإنجليز باركو. لما يبقى ده المخطط، إن النهاردة يعملوا حكومة في المنفى عشان يهدوا بلدي، يعني نضيع دم الشهداء؟ يعني دم جوزي يروح حضر، ودم كل الشهداء يروح حضر؟ لا طبعا، يعني جنودنا اللي واقفين على الجبهة بصدر مفتوح وواقفين يتلقوا الرصاص نيابة عنا ودفاعا عنا، احنا نتقاعس عن دورنا؟ احنا مستخسرين في بلدنا نقف 3 ايام؟ لعلمك انا ما نزلت امبارح، نزلت امبارح اتفضل ومعايا العلم بتاعي، جبت على المقر الانتخابية وقفت غنيت مع الناس وقعدت وتصورت. وعلى فكرة بعت صوري لزمايلي اللي في القنوات الفضائية، عزة مصطفى والعديد في المحور والعاصمة، عشان أقول للناس. ووقفت خطبت في الناس، والنهاردة هاخد عربية بميكروفون وهجوب الشوارع وأقول انزل وشارك دور الوطن. أنا مش معنى إن أنا جوزي استشهد ان انا ما يكونش ليا دور في المجتمع، لا، انا ليا دور في المجتمع. صحيح. واكتر ناس هيقفوا، وزي ما قلتها للريس في يوم الشهيد، احنا خط الدفاع الاول يا ريس بعد جيشنا وشرطتنا، اسر الشهداء هم خط الدفاع الاول. نعم. لان بلدنا محتاجة لينا. نعم. احنا عايزين نبنيها بلادنا يا أستاذي. محتاجة لينا، بدون قطع كلامك أنا آسف، بس في نفس الوقت كمان جنودنا اللي بيحاربوا، إذا كان ضباط ولا عساكر في سينا دول، وبيحاربوا الإرهاب وبيحاولوا بيضحوا بروحهم، محتاجين كمان إن هم أهلهم في القاهرة أو في جمهورية مصر العربية، في كل جمهورية مصر العربية، يسمعوا إن هم جنبهم، إن هم واقفين وراهم، طبعاً. إن هم بينزلوا الانتخابات وبيدلوا صوتهم، إن هم بيعملوا بوش أو بيعملوا بيقفوا قدام جنب بلدهم عشان برضه مواجهة الإرهاب بشكل كبير. ده دعم ليهم، ده دعم اللي موجودين في سيناء حاليا. ضابط الجيش أو ضابط الصف أو الجندي أو ضابط الشرطة أو أمين الشرطة أو فرد الشرطة ملوش صوت. نعم. مش من حقه ينتخب. ده صحيح. لكن هو نفسه بلده تنزل، يبقى تكون صوته هو معتمد إنه على هو أهله. معتمد على أهله وأصحابه وأقاربه وكل وكل الشعب الناس. المصري. كل الناس. النهاردة إحنا في تحدي كبير، والله مش عايزة أقول لك، والله يا زميلي يعني العزيز، أنا بحكم عملي كمدير تحرير ورئيس القسم السياسي والعسكري أعلم الكثير. نعم. لما يبقى ده التحدي، يعني 30/6 و26/7، لا، مارس 2018 نفس التحدي. صحيح. نفس التحدي. احنا ليه محروقين وبنتكلم بحرقة؟ لأن بلدي النهاردة في خطر، ولازم أطلع وأقول وأتكلم وأقف. نعم. ودافع عن بلدي. نعم. صوتي أو صوت كل مصري ومصرية هو رصاصة في إيد كل ضابط وعسكري من جيش وشرطة بلادي. صحيح. صوتي وصوت كل مصري ومصرية هي وردة على قبر جوزي وقبر كل شهداء الجيش والشرطة. بتهيألي يا مصريين ما تستخسروش في الرصاصة دي اللي تقدموها لجيشنا عشان يحارب بيها، وما تستخسروش الوردة دي على قبر كل شهيد. قدم روحه حبا وكرامة، وقدم دماءه الزكية حبا وكرامة عشان بلده.
ده احنا مش اقل من شعب مصر اللي وقف واتصدى للعدوان الثلاثي، احنا مش من اقل من شعب مصر اللي وقف في 67 والطيار الاسرائيلي فوق يوم 9 و10 وقال سنقاتل وسنحارب، والناس قلعت الدبل رجالة وستات اللي كان ما يملكوه عشان المجهود الحربي، ربطوا الحزام ووقفوا قدام المجمعات عشان ياخدوا كيلو لحمة وفرخة، وحتى الكبريت كان بيتاخد من الجمعيات. فأي قيمة لأي مادة غذائية وأي قيمة لأي فلوس أمام بلدي، عشان ما نبقاش قاعدين كده متنطورين في البلاد ومش هنلاقي بلد تاخدنا عشان احنا 100 مليون مفيش بلد هتاخدنا، وعشان نسائنا وبناتنا ما يتبعوش زي ما شفنا في سوريا والعراق وهم كده الدواعش مسلسلينهم وموقفينهم للي يدفع وياخد. بأضيف على كلام حضرتك بعد إذنك وشاركيني الرأي، إنه كان في الأول اللي عايز الشر لبلدنا كان مختفي شوية، دلوقتي بقى عالمي. طبعا أمريكا وبريطانيا بتحاربك علني. شوف التقارير والمحطات. لا أنا قصدي كمان تركيا، وعندي قطر، وعندي يعني حتى بيحاربوني بطريقة، وإيران، يعني ال 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 المخاطر اللي بتمر بيها مصر وهتفضل تمر بيها مصر للأسف الشديد مش هتتوقف، لأنك أنت هم كانوا مخططين أنك أنت المنطقة كلها تتدمر، وأنت وقفت في أمام حلمهم اللي بيخططوا حلم إسرائيل. كتير حلم إسرائيل، الحلم ده بتاع إسرائيل. نعم. طيب. إن النهاردة ياخد العراق كلها وياخد سوريا كلها وياخد لبنان كلها وطبعا أرض فلسطين كلها و180 كيلو من الأردن عشان وطن إسرائيل بسينا، ويعدوا سينا ياخدوا الجيزة والأهرامات اللي هم بيقولوا عليها اللي هم اللي بنوها تمام، عشان يبقى لحد نهر النيل. حلم مش هيتحقق إن شاء الله، مش هيتحقق. ليه مش هيتحقق؟ وعايزة المصريين بنفسهم يشوفوا، لأن سواء بقى في القرآن سواء في الإنجيل وعندهم في التوراة عارفين ان نهايتهم على ايدينا في ارض فلسطين. استاذه ساميه، يعني انا يعني بحاول قد ما اقدر ما اقطعكيش، وتقولي رسالتك اللي انت عايزه تقوليها بكل حريه وكل ارتياح يعني. بس خلينا نقول زي ما انت حضرتك، انا مبسوط قوي، انا مبسوط قوي بقى من الضحكه اللي حضرتك ضحكتيها دلوقتي دي. وحضرتك قلت لي امبارح انك انت كنت نازله قدام لجان الانتخابات وشاركتي المصريين وخطبتي في 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 في, في الناس، في الناس، واغنيت معاهم الاغاني الوطنيه. نعم. عايز تقول ايه؟ الاستاذ احمد الجعفري الصحفي في اليوم السابع معايا على التليفون مباشره. الاستاذ احمد الجعفري، صباح الخير يا فندم. صباح النور. بعد اذن سيادتك، حضرتك متواجد في 6 اكتوبر، مدينه 6 اكتوبر. بالظبط. طيب بعد اذنك ممكن تكلمنا عن الاجواء اللي حضرتك شفتها امامك قدام اللجان؟ تمام. هو النهارده زي ما حضرتك عارف ان ثاني يوم انتخابات الرئاسية، الأجواء هنا جميلة جدا، المواطنين بيتوافدوا من وقت لآخر وبيدلوا بأصواتهم بطريقة سلسة، مفيش أدنى مشاكل، وسط تأمين جيد من رجال الجيش والشرطة اللي متواجدين هنا من الساعات الأولى من صباح اليوم، بداية من الساعة 6 وقبل الساعة 6. بعض اللجان شهدت تأخر، ولكنه كان تأخر طفيف جدا في فتح اللجان نتيجة بعض الإجراءات الإدارية، تنظيم الورق وتنظيم عملية دخول المواطنين للجان الفرعية داخل اللجان الرئيسية اللي موجودة في مدينة 6 أكتوبر. إضافة إلى أن يعني كان في مشاهد أخرى بتعبر عن يعني رسالة أمل للمستقبل من خلال حرص الأطفال على الحضور مع أسرهم، ورغم ان هم طبعا ما لهمش صوت، لكن هم حرصوا على الحضور للتاكيد على حبهم للبلد وحرصهم على ان هم يشاركوا بفعاليه وايجابيه. وكان ليهم رسائل جميله جدا يعني كانوا قالوها للاعلاميين والصحفيين المتواجدين امام اللجان، من بينها دعوا المواطنين للمشاركه بفعاليه ورغبتهم في ان هم يكون لهم صوت علشان يكونوا مؤثرين بشكل فعال في الصناديق الانتخابيه. استاذ احمد، حضرتك مريت على كام لجنه في 6 اكتوبر؟
يعني حوالي خمس لجان حتى الآن. طيب وشايف عدد الإقبال أخباره إيه؟ الإقبال يعني نقدر نقول نسبيا جيد، خاصة إن النهارده تاني يوم ولسه في الساعات الأولى، فهو الإقبال جيد جيد يعني جيد جدا كمان. وأعتقد خلال الساعات المقبلة هيكون متزايد أكثر من إن ذلك شاء الله. يعني بإذن الله. زي امبارح، زي ابتدت في الأول بسيط وبعدين ابتدت تزيد لغاية الفترة المسائية. أستاذ أحمد الجعفري شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم، ونتمنى أشوف حضرتك في ماسفيرو إن شاء الله قريبا. ربنا يخليك يا فندم، شكرا ليك. ميرسي يا فندم. شكرا ليك. أستاذة سامية بعد إذن سيادتك بقى، يعني حضرتك ابتسمنا وحضرتك قمت بدور جميل جدا امبارح قدام اللجان اللي حواليكي، صح كده؟ بكرة كمان. عايزة تقولي إيه للأم المصرية والمرأة المصرية اللي طول الوقت هي اللي واقفة بجانب مصر، حبيبتنا مصر؟ لأن الأم المصرية لما نزلت في 30/6 و26/7 كانت خايفة على بيتها وولادها. نعم. وبالتالي الأم المصرية تشعر بالخطر نحو أسرتها الصغيرة وأسرتها الكبيرة. بطبيعتها. ده سيكولوجي. إحساس الأم. ده سيكولوجي داخل كل ست. نعم. وبالتالي أنا زي ما قلت امبارح وقلت قبل كده، أنا براهن على المرأة المصرية. طبعا. العظيمة. إنها مش بس هتاخد جوزها وولادها، لا وتلم إخواتها وقرايبها وأصحابها وينزلوا في شكل احتفالي. ودي الصورة اللي احنا عايزين ننقلها للعالم. نعم. إن احنا إن أنا بنزل زي ما قلت للناس، انزلوا. نعم. قولوا نعم، قولوا لا، اختاروا اللي انتوا عايزينه وافرحوا، لكن افرحوا ان انتوا نازلين بتنتخبوا مصر. نعم. مش حد تاني. نعم. لا، ده انتوا بتنتخبوا بلدكم، وعشان كده انزلوا. خدوا الاعلام، خدوا البلالين، غنوا الاغاني، وخاصة انا امبارح يعني غنيت الاغنية بتاعت قوات الصاعقة، قالوا ايه علينا دي، ستات حافظين الأغنية كانوا أنا كنت سعيدة أنا حافظاها، لكن أنا كنت سعيدة إن غيري كان بيرددها وأنا كنت بردد وراه، إن لقيت ولاد بيقولوها. أنا شفت شباب امبارح الذين يدعون أن الشباب عازف، لا أنا شفت امبارح خاصة عندي في العبور. تمام. بعض المشاهد لقيتني لما شفت لجان فاضية في بداية النهار، فبكيت امبارح وانا بتكلم في المحور، بكيت والله خوفا على بلدي. لكن بالليل لما شفت المشاهد وشفت الاحتفالات، صحيح، انا صاحية لحد الساعة 2:30 صباحا وانا جاية لكم هنا الساعة 8:30. نعم. الصبح وجاية من العبور. نعم. من كتر فرحتي اللي يا أنا رب شفته. يا رب تفضلي مبسوطة وفرحانة، وكل أم وكل زوجة وكل جدة عندها شهيد في عيلتها يفرحوا ومبسوطين، وإحنا كشعب مصري نفرحهم أكتر وأكتر إن إحنا بنقف بجانب بلدنا قدام الإرهاب الغاشم. الأستاذة سامية زيد العابدين، مدير تحرير رئيس القسم العسكري بجريدة المساء، اتشرفت بإن أنا قعدت مع حضرتك يا فندم. والله أنا اللي سعيدة بيك يا أستاذ أشرف بأمانة. وعايزة أقول لأهل بلدي، لما جيشنا في 2018 يلاقي أسلحة عالية التقنية، أسلحة جيوش، يبقوا تعرفوا المخطط كان إيه ومستهدف إيه. صحيح. عشان كده لازم كلنا نبقى كده. نعم، زي ما بيقول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما، إن طالما إحنا كده مش حد حياة يقدر علينا إن شاء الله. تحيا مصر. تحيا مصر يا فندم. ميرسي حضرتك يا فندم. العفو. فاصل وراجعين حالاً.